أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى تفاصيل الموعد المحلي. بداية، استبشر سكان ولاية عامة خيرا خلال شهر رمضان بعدما قامت السلطات بضخ حصة من اللحوم المستوردة بالسعر المقنن في السوق في متناول اقتنائه من المواطن البسيط، وهذا الإجراء ثمنه الساكنة في ظل التهاب أسعار اللحوم الطازجة بالقصبة. التغطية لسيد علي مطماطي. هذا اسكين، هذا 120، احنا كنا كاع ما نحلموش بهذه الوقت اللي فات، كنا خروف ندوه بالك 130 140 240 230. اليوم الخير تاع ربي، هذا الحمد لله متوفر والستر تاع رب العالمين، وهذه خيرات تبارك الله دارتها الدولة. احنا الحمل متوفر الحمد لله، وما كانش طوابير، والاسعار الحمد لله تاعها يعني ثمن معقول 120,000، وراه قدامكم. واش حنا نتمنوا، انا امنيه شخصيه ان كل اللحم ينذبح في بلادنا افضل. انا بالي باللي السعر معقول وفي متناول المواطن البسيط، على الاقل الانسان ما يبقاش محروم من هذه الماده، ماده اللحوم الحمراء. والحمد لله، انا دائما النداء تاعي كمواطن انا تتعمم في جميع الاحياء. في اطار ضمان تمويل السوق بالمواد واسعه الاستهلاك، لا سيما منها ماده اللحوم المستورده، قامت مديريه التجاره وترقيه الصادرات لولايه عامه وبالضبط بالمفتشيه الاقليميه للتجاره بالمشريه بتمويل السوق ليله البارحه الاثنين ب40 قنطار من ماده اللحم، تم توزيعها على 3 نقاط على مستوى بلديه المشريه. ومن هذا المنبر نطمئن المواطنين بضمان توفير هذه المادة بصفة دورية طيلة شهر رمضان بكميات تلبي حاجيات سكان بلدية مشري.